سيد الملازم يا ابو زيد شايفوا الجامع شايفوا الجامع شايفوا شيء يلا اضربوا. منذ بداية العمليات العسكرية استهدف الجيش السوري المساجد في مدن سورية عدة، كان نصيب مدينة تلبيسة قصف عدد من مساجدها ومآذنها، علما أن هذه المدينة تضم على ترابها عددا من المساجد منها الأثري ومنها ما بني حديثا. يوجد في تلبيسة حوالي 20 مسجد بفضل الله عز وجل، ومنها الأثري القديم جدا، وأول مسجد بني بتلبيسة هو مسجد القلعة الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1760، وكذلك مسجد الساحة الذي يعود تاريخه إلى 1795، وتعرض كلا المسجدين للهجمات من قبل القوات الأسدية الغاشمة مما أدى إلى تدمير مسجد القلعة بالكامل. في 12 من حزيران العام الحالي تم استهداف مئذنة هذا المسجد المتواجد على قلعة المدينة الأثرية. إنها مئذنة مسجد أبي عبيدة بن الجراح، مسجد يزيد عمره عن 300 عام، أول مسجد تم بناؤه في هذه المدينة والمتواجد على قلعتها. هلا هذا وجامع القلعة وجامع بيت داموس وجامع عند الجبانة، أنا ما أعرف الله لأنه. وهنا مسجد حمزة بن عبد المطلب في وسط المدينة، المسجد الثاني من حيث القدم، تم بناؤه عام 1795. أيضا لم تستم إذنته من قصف قوات الجيش السوري، حيث أنه قد تم استهدافه في 15 من حزيران العام الحالي بقذيفة أصابت مئذنته إصابة أوقعتها. مسجد أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص جميعها تعرضت للقصف بأسلحة الهاون والمدفعية الثقيلة من قبل قوات الجيش السوري التابعة لبشار الأسد. ويرى البعض في الحملة الشرسة التي يشنها جيش النظام وشبيحته على المساجد محاولة لترويع المواطنين من التوجه إليها لكونها مكان انطلاق التظاهرات، حيث باتت المكان الوحيد المتوفر لتجمع المحتجين. أول مظاهرة في مدينة تلبيسة كان الثوار ينطلقون في مظاهراتهم من المساجد ينددون وينادون بإسقاط هذا النظام، فهذا سبب رئيسي وداعي للنظام لأن يقصف ويهدم هذه المساجد. ويتساءل البعض عن معرفة القيادة السياسية بهذه التصرفات مستغربا وصولها إلى هذا الحد الذي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان.